شلونكم أصدقائي؟ إن شاء الله تكونون بخير. قبل ما أبدأ بموضوع الفيديو، حبيت أهنئ منتخب الشباب بقيادة الكابتن عماد محمد على الأداء الرائع اللي شوفونا إياه أمام منتخب البرازيل، ونتمنى لهم أن يحققون إنجاز حلو في بطولة كأس العالم. نرجع لموضوع اللاعب العراقي مهند إجعاز، راح أحكي شوية عن هذه التفاصيل لكن بعد الفاصل. أكيد أغلبكم سمع عن الموضوع أو المشكلة اللي صارت للاعب العراقي ولاعب دي سي يونايتد مهند إجعاز، وكيف تم حبسه. وحسب الوثيقة اللي انتشرت على الصحف السويدية، تم إلقاء القبض على اللاعب مهند في تمام الساعة 8:02 صباحا بتهمة الاعتداء، وصدر القرار بحجزه بنفس اليوم الساعة تقريبا 1:00 ظهرا. وحسب الوثيقة ولما قرأتها وراجعتها، تقول إنه هذه مو أول مرة تصير، لكن صارت السنة اللي فاتت بالفترة ما بين 15/31/12/2022، وحدثت أيضا شهر الرابع، واثنيناتهم في نفس المكان. القاضي أمر بحجزه لغاية يوم 8/5 لحد ما تكتمل التحقيقات ويحصلون على الأدلة اللازمة. طبعا بالسويد الاعتداء مهما يكون ممكن أنه الشخص ينحبس لعدة ساعات، ممكن توصل إلى 72 ساعة، وبعدها يطلع لحين أنه يقررون إذا يسووا له محكمة أو يسدون القضية. لكن بوضعية مهند، وبما أنه هو أصلا تحول إلى أمريكا بسبب عمله أو انتقاله لنادي دي سي يونايتد، فقرر القاضي أنه يحجزه ويبقيه لغاية يوم 8 خوفا من أنه ممكن يطلع خارج البلد ويأثر على مجرى القضية، لذلك هو ممكن يبقى لغاية يوم 8/5. أتمنى من المشاهدين والمتابعين أنه يركزون بموضوع جدا مهم حبيت أني أركز عليه. حسب الوثيقة اللي موجودة بالصحف السويدية، مكتوب أنه سبب الحجز هو ميس هاندل باللغة العربية يعني اعتداء، وليس اعتداء جنسي. فممكن تكون صارت عركة أو صار مضارب بين الطرفين، مما أدى إلى أنه مهند تصير له مشكلة وينحجز، وهذا حسب ما مكتوب بالوثيقة. أما لو كان مكتوب بالوثيقة سبب الحجز أو القضية هي أحد هذه الكلمات اللي دا تشوفوها، ممكن نقول أنه هذه قضية اعتداء جنسي، لكن ما موجودة هاي الكلمات، موجود فقط مكتوب بالسويدي اعتداء. ما أريد أسوي هذا الفيديو هو درس للغة السويدية، لكن الغرض من هذا الكلام أنه هذه قضية ضرب أو اعتداء، وبالنهاية هو اشتباه، يعني بعد القضية ما ثابتة على مهند، والتحقيقات جارية لحد هذه الساعة. لهذا الأخبار اللي انتشرت أنه تقول أنه القضية هي اعتداء جنسي، هذا أبد مو صحيح، وأكو أدلة اللي هي هاي الوثيقة اللي رسمية هي طالعة من المحكمة، فممكن أنه نعتبرها هي هاي الوثيقة اللي تحدد سبب احتجاز مهند إجعاز. أنا حبيت أسوي هذا الفيديو حتى أوضح بعض المغالطات اللي صارت بهذه القضية، لأن أتمنى من وسائل الإعلام أنه دائما تتأكد من الخبر قبل ما تنشره، لأنه هيك نوع من الأخبار ممكن تنهي مستقبل لاعب أو مستقبل إنسان بسبب أنه الخبر الترجم من لغة إلى لغة بشكل خاطئ، وسبب ضرر معنوي ونفسي على اللاعب. طبعا صار موقف كلش حلو، أكيد أريد أقولكم عليه، أنه صار اتصال بين الاتحاد والكابتن عدنان درجال ويا الكابتن أحمد الفلوجي، وطلب منه أنه يتابع الموضوع، وفعلا بنفس اليوم ذهب الكابتن أحمد إلى السفارة العراقية في ستوكهولم، والتقى بالسفير وتناقشوا بالموضوع. يعني الشباب والأخوة كلهم متابعين الموضوع، وأكيد راح يقدموا له كل الدعم الممكن حتى انه يطلع من هذه المشكلة، لان هو بالنهاية عراقي من نوبينه. واني رسالة اوجهها لكل اللاعبين انه كونوا حذرين، لانه انتو كلاعبين وخاصة لاعبين المنتخب تمثلون بلد كامل ومتمثلون نفسكم، فالحذر واجب والتوفيق للجميع.